الجريمة تمت كلها في غرفة النوم، 25 طعنة. أهلا بيكم، تعالوا نشوف القضية النهاردة اللي فعلا فيها درس مهم جدا لكل بناتنا وأولادنا المتغربين. يعني قصة النهاردة حصلت في المانيال، بنت من دولة شقيقة لمصر من اليمن، طالبة اسمها منى مفتاح، 28 سنة، متفوقة جدا في دراستها في اليمن، وجات مصر علشان تاخد الماجستير في الاقتصاد والعلوم السياسية، وهي أخلاقها ممتازة جدا وقاعدة مع زميلة ليها في شقة في المانيال، وسمعتهم جميلة جدا وكل الجيران وكل المنطقة بيشهدوا على حسن سمعتهم وسير سلوكهم. منى مفتاح بطلة قصتنا النهاردة من مدينة عدن اليمنية، والدها رتبة كبيرة جدا في الجيش اليمني لكن متقاعد، وهو رجل ساري جدا، يعني نقدر نقول الأسرة من الأسرياء، من الأسماء المعدودة في اليمن من حيث الصراع الواضح جدا. هي بتروح جامعة القاهرة بصفة ان هي بتحضر الماجستير او دراسات عليا في الاقتصاد والعلوم السياسية، تعرفت هناك على شيء طبيعي على طلبة وطالبات، ومن خلال الطلبة والطالبات تعرفت على مصطفى. مصطفى شاب من قوم حمادة محافظة البحيرة، طالب في جامعة القاهرة، 4 سنين علاقات بصفة ان هي يعني بتتعلم في مصر، توضدت العلاقة بينها وبين مصطفى من صداقة الى قصة عاطفية وقصة حب. حكيت له بقى، ودي اول درس مهم جدا، حكيت له ان هي غنية جدا من اليمن، وعائلتها ابوها ضابط متقاعد في الجيش اليمني من الاسرياء، وان هم الفلوس بالنسبة لها مش اهم حاجة، الحب مش مهم الفلوس، وان هي مقتنعة بمصطفى جدا. فمصطفى قال لها انا ما اقدرش اجهز شقة ولا اقدر اشتري شقة، الشقة في مصر غالية جدا. قالت له يعني في حدود قد ايه؟ قال لها في حدود 500,000 جنيه تمن الشقة. راحت اتصلت بوالدها وقالت له انا عايزة شقة وعايزة فلوس. فقال لها عايزة كام؟ قالت له عايزة بما يعادل 400,000 جنيه مصري. راح ابوها بعتهم لها. تخيلوا يعني واحدة، يعني تخيل واحد بيتصل بابوه ويقول له يا ابي عايز 400,000 جنيه، حاضر يا ابني ابعتهم لك، يعني تحس انها فكة. المهم هي خدت ال 400,000 جنيه وراحت لمصطفى، خد يا مصطفى، شوف الطيبة، شوف الحلاوة، خد يا مصطفى ال 400,000 جنيه دي، هات شقة عشان نقعد فيها ونتجوز فيها ونعيش فيها. مصطفى خد ال 400 جنيه دبها بجيبه. بعد كده قال لها على فكرة انت المصاريف بتاع الكلية بتاعتك وهتعيش ازاي، انت عطيتيني كل الفلوس لابوك عوطال. قالت له لا، ده بابا لسه محول لي النهاردة 15,000 دولار، اضرب بقى 15,000 دولار في 18 جنيه مصري، هيطلعوا مبلغ محترم جدا برضو. يعني على فكرة الشقة بتاعتها اللي هم كانوا واخدينها كان في شارع اسمه شارع محمد ذو الفقار بالمنيا. مصطفى في الوقت ده فكر ايه الفلوس دي، ايه الناس دي؟ تقول لابوها عايز 400,000 جنيه يبعتهم لها، تقول له عايز 15,000 دولار يبعتهم لها، جايب لها 3 أجهزة ايفون حديثة، معاها تابلت، كل شيء، الاكل اللي بتجيبه كله دليفري، بيطلع يقعد معها في الشقة فوق، هي قاعدة مع صديقتها طبيبة يمنية، فكانت الطبيبة اليمنية في النبطشات او غيره بيروحوا يقعد معها. يعني العملية هو بيقول يعني الواضح ان الفلوس ما فيهاش مشكلة عندها. طيب يا اخي، انت قصة حب وواحدة شرياك، وكل ما تقول لها عايز فلوس، عايز شقة، عايز حاجة، بتدي لك، بتفكر تسرقها ليه؟ قال لك ما اعرفش، انا حسيت ان هي ليه عايشة بالفلوس ده كلها وعايشة في البزخ والحياة دي، ايه ده؟ فقلت طب ما انا اولى بالفلوس دي. بعد ما خدت منها 400,000 جنيه قلت اخد ال 15,000 دولار واخد اجهزة المحامين الايفون واخد التابلت اللي عندها واخد اجهزة كهربائية، وفي نفس الوقت اتخلص من العلاقة الحب دي. وخاصة ان البنت يعني انا شايف، يعني انا لما شفت صورتها البنت بمقاييس الجمال معقولة مش وحشة لكن صمرة شوية. فقال لك طب انا ليه، انا كنت ماشي معاها عشان الفلوس، وانا خدت منها 400,000 جنيه واخد منها 15,000 دولار، طب انا ايه اللي يخليني ارتبط بيها وهي في نفس الوقت يعني كل شوية هتقول لي انت واخد فلوس واخد شقة، فانا اضرب عصفورين بحاجة. وبالفعل خلى زميلتها الدكتورة في النبطشية في المستشفى وراح طلع يقعد معاها. بعد ما قعدوا معاها حتى الطب الشرعي لما جه لقوا زيستين مياه غازية موجودين، ولقى ان الجريمة تمت كلها في غرفة النوم. ايه اللي حصل بقى؟ هو جه خلاها قاعدة وراح خنقها بسلك كهربي على اساس ان هو اكنها شنقت نفسها، وبعد كده
سدد لها زي باعترافاته 25 طعنة. تخيلوا كان واخد لها اجازة يعني 25 طعنة، وبعد كده ربط رقبتها بسلك كهرباء، وبعد كده راح مرقاتها على السرير، وبعدين فضل يدور لغاية ما لقى 15,000 دولار في دولاب غرفة النوم. هو خد بالظبط بقى 400,000 جنيه هي كانت تعطينها له، بعد كده 15,000 دولار يوم ما قتلها، زائد 3 هواتف محمولة ايفون، زائد تابلت، زائد 5,000 جنيه مصري كانوا موجودين، يعني مغنم. طب بعد كده قال لك طب انا قعدت معاها في الصالة، وقعدت معاها لما ما قتلتها في اوضه النوم، وبعد كده بصماتي في كل مكان، طب ما هيقدر يتوصلوا ليا، وخاصة ان زميلتها عارفاني، فانا هعمل ايه؟ رايح جايب بنزين وراح مولع في الشقة كلها، وبدأ بغط النوم بجثتها علشان يبقى التفحم كامل، ما حدش يقدر يلقى اي بصمة من بصمات مصطفى. مصطفى انا قلت ان هو من محافظة البحيرة، من منطقة اسمها كوم حماد. بعد كده نزل عادي جدا، ومكني ما فيش حصل حاجة، لغاية النيران ما امتدت ليه الستائر والتهمت الشقة بالكامل. فالناس طبعا اتصلت بالنجدة والشرطة، يدخلوا يلقوا بنتنا نسبة الحروق اللي فيها تعدت 80%، يعني نظر نور اتفحمت. الفتاة الطالبة اليمنية سرقت محتويات الشقة وبحثرها كاملة في الشقة. لما جت الشرطة بالتحقيقات مين اللي بيتردد على الشقة ومع زميلتها، قالت هي كانت على علاقة بشاب مصري اسمه مصطفى من كوم حمادة محافظة البحيرة، زميلها في الكلية، قدروا يتوصلوا ليه بالقبض عليه، وبالتحريات اعترف ان هو طمع في ال 400,000 جنيه اللي هي كانت عاطينها له الشقة، وفي نفس الوقت هو مش عايز يتجوزها، وطمع ان هي قالت له انه في 15,000 دولار ابوها حولها لها النهاردة، بالاضافة لثلاث هواتف محمول ايفون وتابلت، وفي مبلغ مالي تعدى 5,000 جنيه مصري كانت في الدولاب. ده اللي طمعه وخلاه فكر فيه القتل. شارع على فكرة شارع محمد ذو الفقار بالمنيل، شارع حادي جدا، والسكان اللي فيه يعرفوا بعضهم، لكن البنت عشان نتكلم عن سلوكياتها واخلاقها هي كانت ممتازة هي وصديقاتها، ومحدش يقدر يقول، حتى باقي الطيور اللي تحت البيت بيشكر في هنادي اللي هي صديقتها اليمنية اللي عايشة فيها، بتقول مؤدبة جدا ومحترمة جدا، بتطلب مني طلبات بروح اطلعها لها في الشقة فوق، محدش سمع عنهم اي حاجة ولا حد شاف منهم اي حاجة غير اخلاقية، وكله بيشهد بحسن السير والسلوك سواء لمنى مفتاح او لصديقتها هنادي. وبالتالي ما نقدرش نقول ان هم لا هي جريمة سياسية زي ما البعض ادعى، ولا هي جريمة بغرض التعاطي الجنسي او خلافه، لا ده صديق ليها طمع. لما ودي برضو مشكلة ان في بعض السيدات والانسات والطالبات بيحكوا بشكل مبالغ فيه، انا والدي بعت لي 15,000 دولار، انا والدي بيبعت لي فلوس انا عايزاها، السراء الفاحش اللي هي عايشة فيه، طلباتها كلها ديليفري، كل حاجة كذا محمول، 3 تليفونات ايفون، حاجات برضو بتخلي اي شاب يقولك يا عمي طب انا ايه الفلوس دي كلها، ويطمع فيها رغم ان هي كانت بتحبه، بدليل ان هي عطت 400,000 جنيه عشان يجيب شقة يتجوزوا فيها. طيب دي الغلطة اللي وقعت فيها بنتنا منى مفتاح، ان هي وثقت في شاب لسه طالب وعطته فلوس وعطته احلام كبيره كانت هتحققها له من خلال ثراء والدتها الفاحش. لكن لازم نشيد برجال الشرطه، لان فعلا في خلال عدد ساعات محدوده كان تم التوصل الى مصطفى باعترافات وتمثيل للجريمه كامل، وبالتالي نقدر نقول القضيه متقفله بكفاءه رجل الشرطه المصري، وخاصه ان وزير الخارجيه اليمني تدخل بمذكره عن طريق السفير اليمني في القاهره، تناولها سامح شكري وزير الخارجيه المصري، لان فعلا البنت دي من اسره ذات حيثيه معينه بصفه ان والدها قائد كبير في الجيش اليمني بس متقاعد، فبالتالي الجريمه خدت شكل كبير جدا، لان قبلها كان في مساعد وزير الدفاع اليمني كان تم للاسف مش هنقول قتله، لكن كانت حادثه السياره مريبه رجعت عليه وهو واقف فلقى مصرعه في الحال. فبالتالي اي جريمه يمنيه بتحصل في مصر بتتاخد دوافعها على اساس ان هي جريمه سياسيه، لكن الحمد لله القبض على مصطفى خلص الموضوع، ان الجريمه في الاول وفي الاخر من غرض السرقه والسرقه فقط، لا هي سياسيه ولا هي اغتصاب الطالبه ولا اي شيء اخر، ولكن هي سرقه من اجل السرقه. طمع فيها لما عرف ان والدها ميسور الحال، وطمع فيها لما بعتت له 400,000 جنيه من غير ورقه ومن غير اي حاجه، مجرد ما قال لها الشقه بنص مليون، قال طب خد ال 400,000 جنيه دي اشتري لنا شقه. كل ما طب والدك بعت لك الفلوس، ده بعت لي النهارده 15,000 دولار عشان المصاريف. طب لا ده ما انا قلت لوالدي بعت لي تليفون ايفون فاعطى لها فلوس يجيب ايفون، معاها 3 ايفون، ايه ده؟
فطبعا البنت في كلامها هي اللي طمعت الشاب في الثراء عندها، وهي اللي خليته، وهي اللي فتحت له باب الشقه، ودي غلطه كبيره جدا. انت ما تعرفيش هذا الشاب ولا تعرفي سلوكياته، تعرفت عليه من الجامعه، ودي مش معرفه تخليكي تستقبليه في شقتك وانت قاعده لوحديكي، او ان انت تثق فيه كل هذه الثقه اللي خلاكي تديله 400,000 جنيه وتشرحي له كل حيثيات عيلتك واسرارها، وبالتالي هو استغل هذا الموضوع وتم قتلك من غرض السرقه. دي من القضايا اللي انا يعني واحده جت تاخد الماجستير ترجع جثه هامده لاسرتها. لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.